ما شفتك يا عيوني جاي تحلي بعيوني دنيتنا بكل شي فيها شميت ورودي انت وحليت وجودي حبك توج لي وعودي وكلمتنا لا ممحيها خبيت بصدق. ليه حبوا العالم غنية لرميك ببلاش؟ فيها كلمة جديدة بتخيل. خلينا نحكي بصراحة هيك مطلقة، الغنية فيها كلمة جديدة ويمكن في عالم مشتاقين لي يسمعوني، ما بعرف ما بعرف شو بدي لك. لا رح اخذها انا من ناحية تانية، برأيك بانه مست كتير من العالم يلي بالفعل يمكن هن انقذوا بالحب فما سمعوها فشت لهم خلقهم؟ ممكن، بس انا ما اخذتها هيك، ما اخذتها لرميك ببلاش انه شيء عاطل، لرميك ببلاش انه انا انسان مسالم بتمثلني الغنية، انا بس سمعت الغنية وقريت الكلام بعكس كل اللي سمعوها. انا قلت لرميك ببلاش اف شو مسالم، اف شو منيح انه خلص روح الله معك برواق. انت مسالم كتير بحياتك؟ كتير كتير، بس الوسط الفني ما بده ناس مسالمين. ان لم تكن زئبا بالفعل بتاكلك. انا بدي يكون حدا بالوسط الفني مسالم، انا بدي يكون ما هم شو بينجح شو المسالم؟ بينجح المسالم اكيد بينجح، لانه صدقني انت شايف هلا، خلينا نحكي على شيء اكبر من الفن، انت شايف المش سلم ناجح؟ صدر ألبومك بوقت فيه توتر. نعم. بالوطن العربي ومنا بسوريا، انتقدت على هيدا الشيء؟ بحترم إذا انتقدت أكيد، بتخيل انتقدت وبتخيل حدا، يعني في عالم رحبت في عالم ما رحبت، وبحترم الرأيين، اللي رحب بيكون كتير مشتاق لي، واللي ما رحب بياخدها من باب إنه أنت نزلت ألبوم بظرف جدا سيء، ظرف في الدم عم يسيل، يعني خلينا نقول بصراحة. بس كمان انا كانسان بطلع من قصه كفنان، انا انسان عندي خط يعني او مسيره عمل بحياتي بدي كملها، وانا صراحه الالبوم تبعي موقف سنتين واحترمت لفتره سنتين وناطر، يعني احنا نطرنا واجلنا كثير، بس صار في وقت اني لازم نزل، لانه يعني مثل ما بيقولوا خلينا نقول المسيره تبعك مهدده، صارت العالم تنسى صراحه. يا عاشقه على وعدي فحبيبك منتظر، يا عاشقة الورد. وماذا يقول نصيف زيتون بعدما جدد بصوته أغنية يا عاشقة الورد للفنان الراحل زكي نصيف؟ أنا الغنية كتير بحبها، الغنية كتير بتأثر فيني، بحبها كتير للغنية، إن شاء الله ما أكون نزعتها، يعني هاي الفكرة، لأنه أنا بسمع أغاني مجددة بقولي نزعوها، هي كمشاهد مش كفنان. بس شو بدي لك، بحبها كتير الغنية. كنت عم شوف مقابلة لألك بتقول فيها أنا ما بدي أعمل ديو، بدي غني لحالي، لأنه عندي حب أني غني لحالي، أنا ما بحب الديو، بحس الديو بيخلي صلت الضوء على شخصين، أنا خليني يكون بهالناحية بس شو بيقولوا نرجسي أو ايه ما عليه بلا حتى يقولوها انه ايه بحب حاله، يمكن بحب حالي بهالناحيه بس. حتى لو كان نجم اهم منك ممكن يفيدك بهالمرحله؟ مشكلة هي اللي بدي اقوله، انه انا ما بدي اخذ من اهميه، يعني ما بدي اكبر على دار حدا، انا حابب اشتغل على بحق حالي. خبيت بصدري قلبك كان وديده